يعني عن جد حظنا كتير حلو. ميوزك نيشن اليوم عم تلتقي ماجي بوخصن وباميلا الكيك مع بعض. ماجي اليوم سلمتي باميلا الكيك، خبرينا شو سلمتي اليوم، عن أي شيء تحديدا؟ supporting actress، بس supporting actress، نفس الجائزة اللي سلمتها أنا السنة الماضية. كنت عم تسألني شو حسيتي، حسيت بنفس الشعور قد ما كنت محمسة إنه تحديدا باميلا تسلم هيدي الجائزة، وقد ما صوتت لها على الإنترنت. يعني إذا بتسمح لي أقول شغلة عن ماجي، أنا بحبها كتير ومنحب بعضنا كتير، بس تقريبا بعد مش قاعدين قاعدة فعلية، وكأنه عن جد بنعرف بعض من كتير زمان. حلو فستاني مرسي. فأنا كتير يعني إلي الشرف أنه ماجي كانت تقدمني. أول ما عرفت أنه ماجي كتير انبسطت، يعني أكيد كنت رح انبسط إذا ماجي قدمتني، بس رجعت ماجي قدمتني. باميلا عن جد أجيال مسلسل جميل جدا، وعرض عبر شاشة MTV أيضا، نقلت الحدث اليوم ميراكس للسنة الثانية على التوالي. خبرينا شو عم تحضر باميلا الكيك جديد من أعمال جديدة. هلا في أجيال بارت 2 على الطريق، إن شاء الله تحل ضيفة شرف مثلا معنا، فكرة حلوة ماجي. وكنت بسوريا عم صور، كنت ضيفة شرف مع مسلسل صبايا السوري، وفي يعني في عروضات بعدها كلها عم تندرس. ماجي بخصن شو بتخبرنا عن جديدة؟ جديدة مسلسل كوميدي أنا وسام صباغ، إخراج المخرج السوري هشام شربتجي، ومعنا نجوم من سوريا. انتهينا من تصويره، رح ينعرض قريبا. على أي شاشة؟ بعد ما عرفت على أي شاشة، سوربريز يمكن. ورح نبلش نحضر الجزء الثاني. ركز لي على الوردة بليز لأنه سقيتها هلأ بشوي. عم نحضر الجزء الثاني لأنه بتصور مسلسل طالع مهضوم وحلو. ماجي بوغستن وباميلا الكيك، وعن جد شو بدنا نقول أكتر من هيك، كلمة اتنيناتكن سوا لميوزك نيشن. باميلا الكيك مش الكيك، هي كيك، هي كيك بحد ذاتها. اوكي كلمة لميوزك نيشن توجذر، تفضلي. فينا نحكي سوا؟ أنا وياكي we love you music nation، we love you music nation، thank you.